السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، يا حبيبي يا رسول الله، كما صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. هاني فاتحة القجر وقاعدة ننظم فيه شوية، لازمتني المنظمات نتاع الكوافاج، راكم تعرفوا حوايج يشوفوها. ذيك النهار رحت للسهرة هذيك تاع ولد خالتي، ولدو دالباك هو سيناتور في الأمة، عندي ولد خالتي سيناتور في الأمة في مجلس الأمة، عبد الرحمن بالعيد اسمه. المهم هاني ننظم شوية، شوفوا هذو باهيين شريتهم هذيك النهار، الكيف هاني نتعلمش الماكية وحدي. هذا التاج، هو التاج هذا، عندي التاج هذا تلف دوغي ثاني، عندي شفار بديت نتعلم، عندي لي لونتي، عندي لصقة تاع الشفار، عندي هذا السيرام تاع الاخر، هادو وهادو. المهم عندي شبيه هنا، ها هم هذه اللي قلت لكم درت لكم عليها فيديو، هذيك صابري مليحه تاع الدار. هذا هو الماكياج تاع الدار تاعي هنا، شوفوها طارولي، كنت نغسل طارولي نورمال، ها اليامات هذو نورمال. كون فاهمين. المهم قلت لكم نستغلوا شوي، قلت لكم هذو شوفوا هذا البرايمر، يعني المكون اللي سقساتني واش ندير واش ندير. هذا البرايمر ديريه قبل الماكياج، ومن بعد نديري واش سنو اسنا اصبروا نسيت واش ندير. وعندي القجر الثاني شوفوا واش فيه، ها هو هذا هاما. تزيد ديروا من بعده البومات، اي بومات عندكم هكا خفيفه، حاجه خفيفه. انا في الدار ما نديرش بومات. عندكم هذا اونتي نتاع اليسار، ايه نتاع اليسار هذا تحت العينين. ومن بعد ديروا الغبره هذه بومات، هذه انا هكا. من بعد عندي غير شوفوا في الدار ندير تاع 24 ساعه غاز يبقى لي ديما. عندي مسك الطهارة لازم، عندي الكحول كل شيء، بصح في الصيف ما نديروش. عندي المسك العادي نورمال نديرو في الدية، عندي الغوجي سانكل نورمال، عندي هذا تاع المات بصح ما نديروش في الدار. ليسونسيال حوايج خفيفة كيما هكا، كاين الماسكارا وكاين ترسمي عينيك نورمال. وراه هذاك والله ما على بالي دوكا درت بيه البارح، شوفوا هذا الزوج ترى تاع ندير بيه حوايج بيضا نديرو في وسط العين، يعني حوايج بسيطة كيما هاك. او ماشي الفيديو هذا. فهمت، هو الفيديو هو حاجة اخرى. هذا تاع الكوسميتيك اللي قلت لكم هذيك النهار، هذي عندي هذا، عندي ستيك هذا، وعندي ستيك هذا، هذا هذا روعة. هذا تحافظي على هذه وكل مرة تبدي لا دوز. درت تعلق تاع القارص مع الوقت يبيض، هذا يبطين يعني يبيضها. المهم راني حاطه حوايج كيما هكا كش ما نسحقهم ولا ليسونسيال. الفيديو تاع اليوم ماشي هكا، الفيديو تاع اليوم هو على وشيها، نقول لكم علاش الفيديو تاع اليوم هو على المرأة الخدامة. زوز كلمات حنقولها ما نطولش بزاف. المرأة الخدامة كيما انا كيما كي تجي يخطبك واحد، ديما انا الاسئله كي جيت ندير الفيديوهات لقيت الاسئله بزاف. وشنو يا امسي في الدين؟ راجلي يدي لي في دراهمي، راجلي ما يصرفش عليا، انا خدامه وهو خدام في الاخير ما يسمع لي الراي، عدت ما شغل ما عندي شغل، وليت شغل طلابه ما لبسش، مدير لي المشاكل على الجورني هذاك. المهم فهمتوا النوعيه هذه نتاع الاسئله. راني عادت لي مشاكل ما بيني وبين راجلي على سبت وشي هزوز دورو هذيك، وكاين حتى يعني كيما نقولوا حنا الله يقدر ان شاء الله، هم لونتي دايرتهم عادي، بصح هما يولوا شغل هيك يولوا ماشي قري، رايحين لقري خضر اكلار خلاص. علمه قلت لكم يقولوا لي، سمحوا لي يقولوا لي نشد بيه، سمحوا لي دقيقه، يقولوا لي راني عدنا في مشاكل وكذا ما بيننا وبين ازواجنا. علاش؟ على جال هذوك زوز دورو ووصلت للطلاق، كاين خاين يوصلوا للطلاق، كاين خاين كذا، كاين خاين كذا الى غير ذلك. دوك انا حنوصيكم حاجه، شوفوا المراه كي تجي تخطبي قبل ما تزوجي، كيجي يخطبك راجل قبل ما تقبلي بيه، قال بالناس، هذه عندي السنسله وهذه تاع الدار اللي نلبسها، قال بالناس ارواح نحطوا النقاط على الحروف. انا راني خدامه،
اذا كنت خدامه خدامه، اذا كنت ما كيش خدامه المهم اعطي شروطك، حتى الشروط نتاعك. وشنو هما الشروط نتاعك اللي حابتهم؟ اسكو حابه راكي تشاركي معاه في الـ في الـ في الـ في, الـ في الدراهم، تحطي شويه ويحط شويه، وهذا هو الصح يعني، تي شويه هو شويه، وتبنوا دويرتكم مع بعضاكم مادام راكي حابه تخدمي بعد الزواج. اذا ما كيش حابه هو اللي يصرف كل شيء وكذا، لازم تقولي له، فهمتي؟ لازم تتفقوا، يا يقبل يا ما يقبلش. نتوما تخلوها هكاك سراحي سراحي على زعما نيتكم، المهم نكسب الراجل، ومن بعد مره اخرى يفرج ربي، وهذه اللي تكون حيليه. اما اللي تكون نورمال على نيتها مسكينه ما على بالهاش، هاي ما تشرط ما والو، ما تشرط حتى حاجه. ها هو كيما نقولوا حنا ما تقول حتى حاجه، وفي الاخير تولي في طلاق، وتولي لا قدر الله، وتولي في حوايج كبيره، وتولي كذا. يما لا لا، يا من درك نفرض شروط يا اختي، يقول لك الزواج هذا بدايته شو، اذا كان بدايته شرط اخره نار كما يقول المصريين. بالتالي انا لازمني نفرض الشروط نتاعي، ماشي حتى من بعد الزواج بتبداي تفرضي الشروط نتاعك، ثم خلاص طفرت وممكن تكوني بالحمل عندك الاولاد تعيشي المرارة. لا لا، ومشي عيب تفرضي شروطك، وهو يقبل ما يقبلش، وانتي ثاني تقبلي ما تقبليش في الوضع اللي راهو حيفرضوا عليك. هذه نصيحتي، لانه شوفوا تقريبا 80% اغلب المشاكل اللي تجي على الخدامات اللي هي بعد الزواج على الناحيه الماديه. اسكو تساهم معاه ويقولها قليل، ولا مديهم اللي كانوا نصرفوا نحطوا مع بعضها نصرفوا، ولا كما نقولوا حنا تساهمي بشويه لكرا عليك الدنيا عليك، يقولك على خرجتك الاخير، يقولك ما راكيني قابلك تخرجي وقدام رجال وتخدمي وكل شيء، وانت تقولي دراهمي ليا وديتي ليا. شوفوا تعودوا في واحد المشاكل، اذا كنت شايه حوايج يقولك ممكن تقاسموهم، نكتبوا باسم مين؟ باسم الراجل، باسم المراه. المهم الحوايج هذا مادامك راكي خدامه وعندك مصدر رزق، لانه حيولي لك مشكله لبعض، حتى اكيد تهربي ما تهربيش تنسيه اليوم غدوه حيتحط المشكل هذا، حيتحط في النقاش ما بيناتكم. ما لماذا بيا الان تحطوه في فتره الخطوبه اللي دارها ربي سبحانه وتعالى، تعارف وتتفاهم وتكذا، ونساولي هذا اللي من الجرى نورمال كنا نعاودو، واتفقوا على الاساسيات. الاساسيات اللي هي كيما نقولوا حنا كيفاش حنسيروا المال هذا. معروف انه الراجل قوامه، هو اللي يصرف هو اللي يدير كل شيء، اما المراه دراهمها ليها، هذه في الدين تاعنا. بصح اذا مدت بخاطرها مش حيجبرها الراجل، اذا كان حيجبرك شوفي نوعيه الراجل اللي راكي معاه. اسكو حيجبرك انك لازم تمدي، ولا مديك لانك خدامه، مديك على جورنيك، ولا مديك على جالك انت وكيما نقولوا حنا يا وانتيا وحبك وكذا. شوفي المهم تناقشي في الموضوع هذا قبل الزواج، وماشي عيب تطرحيه، العيب انك تاجليه والباقي بعد الزواج تلاقي روحك في مشكله كبيره 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 كبيره. وادعوا لي ننظم الخلطه هذه اللي راني فيها، وقولوا لي ترى راكم مخلطين كيما انايا كيما هكا، ولا لا حتى بالديم وراه هنايا، المهم كلش هو هنا. المهم والسلام.